جرب هذا الاختبار مع أصدقائك. قل لأحد أصدقائك أن يختار رقم سري ولا يخبرك بهذا الرقم، وأسأله أن يفعل هذه العمليات: الجمع والضرب والطرح، أن يجمع 5 إلى الرقم، وأن يضرب الرقم الناتج ب3، وأن يطرح 15 من الناتج. شاهد هذا الفيديو إلى النهاية كي تعرف الرقم السري الذي اختاره صديقك، ولا تنسى إعجابك بهذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك. خلينا نفترض أن الرقم اللي اختاره صديقك هو رقم 15، وخلينا نشاهد العمليات هذه ونشوف الناتج في الأخير، وش نعمله للناتج في الأخير حتى نجد الرقم اللي اختاره صديقك من غير ما يقول لك. وطبعا كل العمليات هذه يديرهم في دماغه، وبعدين لما يكمل يعطيك الناتج، بعدين الناتج انت هتعمل شيء باش تعرف الرقم السري اللي اختاره صديقك. هيا لنشاهد هذه الخطوات. وهذا هو الناتج، والآن نأخذ هذا الناتج ونقسمه على 3 لكي نعرف الرقم السري. شكرا على مشاهدتكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والمشاركة في قناتنا. شكرا ومع السلامة.